اصبحت غير ضروريه، واضفنا بيانات مهمه زي بيانات خاصه بالشركاء في الخدمات الخاصه بيهم وتوقعاتهم، كل ده عشان نوثق الاجراء والتاكد من ان كل صاحب حق اسمه بالضاف بحريه وبمعرفه وباراده، بحيث ان احنا ما يبقاش في اي حد يدعي فيما بعد ان تم اضافه اسمه للسجل او تم اجراء تعديل على السجل بدون موافقته من الساده المستثمرين او الشركاء. نفس الكلام بالنسبه للرخص التجاريه، احنا كنا لغايه السنه اللي فاتت متطلبات الترخيص سواء في الاصدار الجديد او في التعديل او في اجراءات العمليه، عمليه الترخيص نفسها كانت بتاخد خطوات متعدده، وكان بيتطلب مننا 7 متطلبات. الحين الترخيص الجديد يكاد يكون طيب. الشهر الشهرين اللي فاتوا طلعنا ترخيص جديد ومبادره اسمها رخص تحت الانشاء، عشان كانت نزيل اللبس ما بين اصحاب التراخيص وبعض الناس اللي ما كانتش او كان يترفع دعاوى على الوزاره باستحقاقهم ان هم ليه ما يزودوش العمل بمجرد استلام الترخيص. ففصلنا ما بين الفتره البينيه اللي احنا كنا بهدف كنا بنطلع ترخيص شريطه عدم المزاوده الى بعد استكمال الاجراءات، فصلناها وعملناها رخصه تحت الانشاء. رخصه تحت الانشاء لا تخول المزاوده ومكتوب عليها تحت البند ده، لكن فقط لمساعده المستثمر في انه يقوم باجراءاته في بعض الانشطه بتحتاج تجهيزات كتير، بيحتاج موافقات كتير، بيحتاج يجيب عماله، بيحتاج يدرب عماله. اجراء قام بيه الاداره برضه المرحله السابقه الاخيره، كل ده بتيسير على المستثمر. هدف الاداره هو جزء من هدف الوزاره بالكامل، هو التقريب للمستثمر، تسهيل الصعاب للمستثمر. هدفنا واحد، الهدف كله التنميه، تشجيع الاستثمار. نسمع للمستثمر ونعرف طلباته ونحاول بقدر الامكان تماشيها مع القوانين، لو محتاجه قوانين تعديل او اجراءات محتاجه تعديل ان شاء الله نقوم بيها في حدود المستطاع. صلاحيات المدراء، الحين عندنا احنا صلاحيات كامله ومستقعه، المدراء صلاحيات اداريه، صلاحيات فنيه. في صلاحيات توقيع عقود، هذا عاده بوقع اي مدير في الشركه. مما بيؤدي بعدين لتكبر مشاكل، هذه المشاكل بتتمثل في الشريك القدري على سبيل المثال اللي حصل، ما بيكون عنده خبر او علم لهيدي العقود اللي والمحكمه بتحجز على ابويه وبتعمل عليه حجز وعلى حصص الشركه، هو بيكون ما له بالجمل اسمه. فهل في خطه لتطوير هيدي النماذج وهيدا الصلاحيات اضافه عليها وتحديد اكثر صلاحيات المدير؟ الاستاذ بيتكلم على صلاحيات المدير. صلاحيات المديرين هي اصلا متحدده داخل وثيقه التاسيس وداخل قانون الشركه. احنا لما بنحدد بعض الصلاحيات في السجل بيكون ليها هدف، فقط الهدف هو التعامل مع الجهات اللي بتتطلب وجود صفتك في السجل. في بعض الجهات لما بتيجي تتعامل معاك لازم تكون صلاحيتك صريحه وموجوده في السجل. اما بالنسبه لتوقيع العقود، ده اجراء داخلي داخل الشركه، مش هتروح لجهه ما يطلب منك انت لما توقع انت عندك صلاحيه توقيع عقود ولا لا. فهي اي مخول بالتوقيع فهو عنده صلاحيه توقيع العقد، يعني اقصد التعامل معاه في خلال توقيع العقد بيكون داخل الشركه مش خارجها، مش التعامل مع الجهات الخارجيه. وان كان هذا متطلب محتاجين تضيفوه، ممكن ندرس الموضوع اضافه صلاحيات اخرى داخل السجل، ما عندناش تعارض، هي وفقا لما يحدده الشركاء، لكن المسمى ان ينزل على السيستم ويتبع على السجل ان شاء الله ممكن ندرسه ونوفره باذن الله. محدده في السجل التجاري وهي اسماء الشركاء، المديرين المخولين بالتوقيع، حد السجل، راس مال الشركه، نوع الشركه، ده اللي يخصه، والنشاط موجود او مش موجود. فيما عدا ذلك هو يخص الشركاء داخل الشركه. يعني انا لما اجي الاقيك في السجل التجاري مكتوب مدير ومحدد ليك صلاحيات،
مش هقول لك هات لي وثيقه التاسيس عشان اتاكد ان ده موجود في الوثيقه ولا لا. السجل التجاري هو وسيله كاشفه لبعض البيانات اللي موجوده في السجل في الوثيقه وليس كل البيانات. فان كان جهه ما بتطلب منك وثيقه التاسيس عشان تتاكد ان عاد اسمك موجود كمدير بصلاحيات معينه داخل الوثيقه، ده امر مش لوجيك، لان حتى المخولين بالتوقيع في وثيقه التاسيس بينص تم النص في الماده 7 فيها ان يجوز للشركاء تعديل المخولين بالتوقيع والمديرين فيما بعد وعزلهم بدون التعديل على النسخه الفورمال بالطبع الجمهوري. نعم يتفضل استاذ عبد الرحمن فيما يخص المستفيد. السلام عليكم ورحمه الله. فاحنا بنناقش مشكله واقعيه ومشكله قانونيه. الاشكاليه الواقعيه هو غلاء الاسعار الاداريه. غلاء اسعار الاداره. طبعا احنا الاداره واخده نهج كبير، احنا طبعا من مصلحتنا نشجع الاستثمار في المقام الاول وزاره الاداره على الاستثمار، يعني احنا نصرف المستثمر. احنا بنقعد مع الجهات الاخرى كلها عشان نجيب افضل شيء للمستثمر من ناحيه الاشتراكات والضوابط والاسعار برضه من ناحيه الايجار، وبنفتح مجالات كبيره من تتيح الفرصه ان المستثمر يباشر عمله باقل اجراء واقل الاسعار. بالنسبه للموقع ده متطلب قانوني لازم عشان اعرف، يعني انا لما باجي اسجل لما اعمل السجل التجاري مش معناه ان انت هتزود بيه العمل. السجل التجاري هو رخصه تسمح، يعني انا لما اكون محامي محتاج اروح لقاء لجنه شؤون المحامين تديني رخصه ان انا محامي، مش معناها ان انا ابدا ازاول العمل، ابدا ازاول العمل لازم يكون لك مكان معلوم. نفس الكلام التاجر عشان يبقى معلوم ان هو تاجر ويعترف بيه انه متوافق كل الشرطات انه تاجر لازم يستخرج له سجل. دي اول خطوه. طيب التاجر ده استخرج السجل النهارده بقى تاجر، مهنته تاجر. هيجي يباشر العمل، هيباشره فين؟ من المنطقي ان يكون عنده موقع ملموس الناس تروح تتعامل معاك فيه. ده بالنسبه للتعامل المالي. طيب هل في رؤيه للوزاره انها تعمل تساعد الناس انها تشتغل على مزاوله العمل التجاري بدون وجود رخصه؟ نعم في، احنا شغالين على موضوع التجاره عبر الانترنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر المواقع التجاريه الالكترونيه انها يتم مزاوله العمل عليها بدون مكان مالي. لكن تسليل بعض الصعاب، محتاج تخطيط بعض العوارض في بعض القوانين الاخرى، ومن هنا نبدا نضطرب، لكن النص موجود وجاري العمل عليه ان شاء الله في القريب العاجل. احنا برضو قبل ما نوصل للمرحله دي احنا شغالين على اكثر من طريق، يعني صرحنا بموضوع رخص المنزليه، رخص بتاع المتجولين اللي بتطلع لكل الناس، اي حد عاوز يشتغل عمل بدون موقع. الاماكن برضه بالتعاقد سمحنا للبزنس سنتر ان ياخد بارتيشن وانه يرخص هناك للاعمال الصغيره اللي زود الكلاله، ودي اسعارها رخيصه جدا. دي كلها تسليلات للصعاب. موضوع ان انا داخل البزنس جديد وان انا مش محتاج مكان، طيب ما من باب منطقي حضرتك اكيد هتتعامل مع الغير. الغير ده رجال اعمال هتبقى لهم شغل او هتاخد منهم ولا في مكان ما، فلازم في مكان انا اقدر اتعامل معاك فيه. فمن الطبيعي لازم يكون عندك موقع، تمام؟ لمواجهه الجمهور، للتعامل مع عندك ناس بتقوم بالخدمات تقدم الخدمه، عندك تلاقي مع المستثمرين الاخرين، عندك تعاملات كتير.
انا ازاي هيبان للمستهلك مين مرخص ومين مش مرخص، مين ماشي كويس، وخاصه معظم الانشطه طلب موافقات، طلب موافقات ورقابه، انا هراقب على عملك ازاي لو انت ما عندكش موافقه. تمام، فاحنا بنوازن ما بين مصلحه المستهلك وبين مصلحه المستثمر. الفوتراك اللي هي السيارات المتنقله تم اصدار العديد من الرخص للسيارات المتنقله في مناطق متعدده في الدوله. كان الاصدار ده مبدئي بناء على تعليمات مجلس الوزراء للوقوف عليه وتقييم الموقف بعد اصدار هذه التراخيص. لما صدرت التراخيص للفوتراك قعدنا ندرس ونشوف ايه السلبيات وايه الايجابيات للموضوع حفاظا على الهويه والتنظيم في الدوله، اللي احنا مش شغالين لوحدنا، في وزارات اخرى بتتدخل فيه وتتداخل معانا في الاختصاصات، الوزارات المختصه بالاماكن وتوزيع الاماكن العامه زي وزاره البلديه والبيئه، الامور المتصله بالصحه، الامور المتصله بالامن بالمرور، الامور المتصله بالدواعي الامنيه، كل ده متداخل. فاحنا زي ما انا يعني قلت للدكتور وقلت لزميلنا الفاضل ان من مصلحتنا ان احنا نطلع كل شيء تجاري، نطلق الاعمال يعني، لكن بنواجه صعوبات من الجهات الاخرى قد تكون تنظيميه بالاماكن اللي هتم وقوف فيها السيارات، وقد تكون خاصه بالدواعي الامنيه او دواعي الجمهور او الحفاظ على البيئه او قريبا الاداره بصدد طرح ان تنظيم لتحديد اماكن معينه لوقوف السيارات المتنقله بيتم دراسته مع الجهات الاخرى، وان شاء الله في حال الوصول لرؤيه محدده سيتم طرحها قريبا ان شاء الله موافقه على تركيز السيارات المتنقله. يتم التاكد منه بوجود تفتيش دوري من قبل قسم التفتيش عندنا، هل المكان صاحب المكان متواجد في المكان ولا لا؟ هل في زاويه عمل بصفه مستمره ولا لا؟ هل التركيز سائل ولا مش سائل؟ ده كله بيتم التاكد منه من فريق قسم التفتيش. اما بخصوص الواقع العملي اللي انت ما بتلاقيش ناس موجوده من ضمن الشركه في مكانها، ده يسال عنه صاحب الشركه، يعني اللي هو تعرفه عنه ارقام تواصل، وخاصه اللي بيأجر في البيزنس سنتر هو زي ما الاخوه اللي بيطلبوا ان عايز مكان صغير فقط ياخد عليه الترخيص ويزود عمله من خلال، ممكن يزود عمله بالتليفون، هو اعماله بسيطه، فمعظم الشركات اللي اعمالها بسيطه اللي بتاخد في البيزنس سنتر. فانا مش هقدر الزمه اقول له لازم تتواجد بصفه مستمره، لا انا الزمه بانه المكان يكون متواجد، المكان يكون علاقته سليمه بيه وعنده المستندات السليمه، وانا افتش دوري عليه اتاكد من صحه المعلومات. اما وجود موظفين وعدم وجود موظفين فدي مرجعها بيقول اغلب التجارات الماليه العالميه بدات من المنزل. هل النشاط الذي ذكره الدكتور استطيع مزاوله في المنزل؟ احنا الرخص المنزليه لما سمحنا بيها هي كان ليها غرض. غرض توفيق اوضاع موجوده حاليا لانشطه منتشره وسائده، يعني الموضوع ما اتعملش باي لا، في شركات كبيره عملت سيرفي، عملت استطلاع راي ودرست السوق مقارنات من ناحيه القوانين مع القوانين المطبقه في المنطقه العربيه وخاصه في المنطقه الخليجيه، وبما يتناسب مع طبيعه المجتمع القطري. ففي انشطه غالبه وفرناها حوالي 12 نشاط، وفي بعض الانشطه طبيعتها ما ينفعش انها تتعمل. ليه؟ لان الغلبه على الدستور والقوانين المنظمه هو الهدف الرئيسي منها، هو الهدوء والسكنه. ما ينفعش في قانون خاص ان يحول الهدف الرئيسي من السكنه الى نشاط تجاري، والا هيتم فيه ازعاج الجيران، وهيبقى ده حتى من شروط الترخيص المنزلي ان لا يظهر عليه سواء في تعاملاته او في طبيعه عمله ومزاولته العمل، لا يظهر ان في عمل تجاري مفقود.